بعد 14 سنة، ها هي الحكومة ترفع الحظر عن استيراد السيارات المستعملة، فما تأثيرها على الاقتصاد الوطني؟ هذا القرار عنده سبعة خاصيات، ست كريتير. كريتير بوليتيك الأول، قال باش ينقصوا المشاكل للشعب، قال كاع ما عندهم سيارات، وهذا خطأ. كانوا يديروا النقل في الجزائر، على ما داروش. اليوم انت يا البيئة من جانب الخاصية البيئية راح تلوثي كاع العاصمة والمدن. اليوم ما نقدروش نسيروا في الطرقات، كان كثير من السيارات. اليوم لازم لك باش تخرجي من باب علي تروحي للجزائر تقعدي شويه. هنالك مستندات تجاريه، كان لازم الفاتوره، ولازم خاطر علاش دول اوروبيه راح ترمي لك ترد الجزائر مزبله بالسيارات. الاسعار المرتفعه للسيارات سواء الجديده منها او القديمه تجعل من استيراد السيارات المستعمله خيارا مطروحا، لكن بشروط. ايه اليوم كاين شوفي، ماشي غير كاين رسوم جمركيه، كاين رسوم جمركيه راح تدخل في السياره، وكاين حاجه واحده اخرى قانون الماليه دار رسوم جديده في 2007. اما الجزائريون فكانوا بين متفائل ومتشائم من هذه الخطوه. هذا مريح، امر يفرح. اولا هذا الاجراء لا يخدم الاقتصاد الوطني. عوده استيراد السيارات المستعمله ينبغي ان تكون خطوه مدروسه تحتاج اجراءات فعليه حتى تكون في صالح المواطن والاقتصاد الوطني.